طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. في تقرير لوكالة إخبارية دولية، اليمنيون يحولون بقايا المقذوفات إلى خناجر تقليدية. وممثل المهمشين في مؤتمر الحوار يتحدث لموقع ألماني: نتطلع لأن يعيش أحفادنا حياة أفضل منا. ومن أخبارنا المنوعة: بسبب حرارة الإسفلت، سويسرا تصنع أحذية خاصة للكلاب. أهلا بكم وإلى الموقع بوست، والذي تابع واحدة من جرائم ميليشيات الحوثي اليومية: مقتل طفلتين وإصابة طبيب ومسن في اعتداء حوثي على عيادة طبية بدمت. وقالت مصادر مطلعة للموقع بوست إن مجاميع مسلحة يقودها القيادي الحوثي حسين المدحجي قدموا على متن 3 سيارات وقاموا بإطلاق الرصاص وبشكل كثيف نحو عيادة طبية تابعة لأبناء محمد الجبلي، في وقت كانت فيه العيادة الطبية تكتظ بالمرضى. وأوضحت المصادر أن طفلتين لقيتا مصرعهما، إحداهن طفلة في 13 من عمرها، كانت تقوم ببيع البيض أمام العيادة كعادتها كل يوم. وعن الدوافع والأسباب، وأوضحت مصادر محلية للموقع بوست أن المدحجي ومسلحيه أرادوا الانتقام من آل الجبلي المنتمين لقرية المسندة إثر مقتل شخص من القرية التي ينتمي إليها الوكيل الحوثي في مواجهات كانت قد اندلعت بين الجانبين يوم الجمعة. اليمني لا يجد له مكانا في العالم يرحب به. وفقا لكاتب أردني أفاد بأن العالم تخلى عن اليمن وتركت ساحة حرب مفتوحة للداخل والخارج، وأضاف عاصم منصور في مقاله المنشور في صحيفة الغد الأردنية: 4 سنوات انقضت من الحرب الأهلية والإقليمية في اليمن من دون حسم أو كثير أمل بنهاية وشيكة لهذا العذاب، في حين تشتد المعاناة على شعب اليمن وتدمر بناه وموارده وإمكانياته، ويتعمق الانقسام المذهبي والقبلي والسياسي بين مكوناته، مع حالة من عدم الالتفات العالمي الكافي لهذا البلد، مما جعل منظمة العفو الدولية تطلق عليها الحرب المنسية. اليمني غير مرحب به لاجئاً في محيطه وفي العالم، فقد امتلأت سبل الهجرة في العالم وضاقت أخلاق المستضيف ونفد جراب الكرم، ولم يعد أحد في العالم يرحب باللاجئين خصوصاً من العرب والمسلمين حتى قبل أن يأتي الدور على اليمن. فقبل بضعة أيام نشرت صحيفة الغارديان تقريراً عن أوضاع طالبي اللجوء من اليمنيين في كوريا الجنوبية، وأشار التقرير إلى مظاهرة في سيول ضد طالبي اللجوء اليمنيين الذين لا يزيد عددهم عن 200، وتحول إجراءات الهجرة الجديدة الخاصة باليمنيين من إمكانية أن يزيد هذا العدد. مع ذلك فإن هذا لم يمنع من حصول جدل واسع في كوريا حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء ونشر عريضة موقعة من 100,000 الكوريين الجنوبيين تطالب الحكومة برفض طالبي اللجوء من اليمنيين وطردهم من البلاد. طالت معاناة اليمن ولا يبدو في الأفق كثير أمل بانفراج شامل، فمفتاح الحل يحتاج إلى وفاق إقليمي وغطاء دولي وحكمة داخلية يمانية، ويبدو أن إنضاج هذه العوامل مجتمعة ليس متاحاً الآن. اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة إب من عمليات نهب يتعرضون لها من قبل عصابات مسلحة وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، ويعنون الموقع أو موقع الصحوة نت: بحماية حوثية، انتشار عصابات مسلحة تنهب ممتلكات المواطنين شرق إب. وقالت مصادر محلية متطابقة بأن عصابات مسلحة تتواجد وسط نقيل جبل بعدان شرق المدينة، تقوم بالتقطع ليلا على سيارات المواطنين وتنهب كل ما يحملون من أموال وذهب أو مقتنيات ثمينة.
وأكدت المصادر أن العصابة المسلحة تتواجد على بعد مسافة قصيرة من نقطة تابعة لميليشيا الحوثي والتي تحكم قبضتها على المحافظة. ويتابع الموقع: تشهد محافظة إب انفلاتا أمنيا تقوده ميليشيا الحوثي، ومعه زادت حدة الجرائم وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين. كانت مدينة كيغالي عاصمة رواندا واحدة من أكثر بقاع الأرض التي شهدت جرائم ضد الإنسانية، وقد زارها الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وكتب عن المعجزة الرواندية وكيف تحولت البلاد من الوحشية إلى السلام، ويضيف في مقال نشر في الموقع بوست. إبريل 1994، داخل زنزانة الانفرادية في السجن 9 إبريل، كنت أتابع مصدوماً على تلفزيون صغير بالأسود والأبيض أحداث رواندا التي قتل فيها في ظرف أسابيع ما لا يقل عن مليون شخص من أقلية التوستي بتحريض مجرم على التطهير العرقي من حكومة مجنونة ووسائل إعلام أكثر إجراماً. تلك الفترة شهدت العاصمة كيغالي فظاعات لا توصف، قتل فيها الجيران جيرانهم وأطفالهم بالعصي والسيوف على امتداد أطول وأفظع الأيام. ثم اشتعلت الحرب الأهلية وهرب مليونا شخص من الأغلبية التي ارتكبت المجزرة إلى الكونغو لتملأ مخيمات اللاجئين. كنا نظن يومها أنه لن يوجد بعد اليوم بلد اسمه رواندا. 2018، بعد 24 سنة، أجد نفسي في المدينة التي شهدت ذروة في التوحش الآدمي أمام النصب التذكاري للمجزرة، حيث دفن مئات الآلاف من المجهولين، وداخل متحف يعرض الجماجم والعظام وعصي وسيوف القتل، وأيضا صور الأطفال الذين ذهبوا ضحية أبشع وأغبى أنواع التعصب العنصري والقبلي داخل شعب في الأصل واحد. كيغالي اليوم مدينة يتعايش فيها أطفال القتلة والمقتولين بعد أكبر عملية محاكمة وأعقد مصالحة وطنية في إطار عدالة انتقالية، من أذكى ما جرب لليوم في العالم من هذه الطريقة لتحرير الحاضر والمستقبل من كابوس الماضي. أضف لهذا أن كيغالي تبهر زوارها بجمالها وهدوئها ونظافتها. كيغالي دلالة على أفظع ما في الإنسان وأروع ما في الإنسان، قدرته الخارقة على الشر وقدرته الخارقة على التغلب على طبيعته الشريرة. كيغالي أقوى شاهد على قدرة قوى الخير التغلب على قوى الشر، قوى الإعمار على قوى التخريب. كيغالي درس في الشجاعة وتشجيع على الإمعان في الأمل حتى وإن ضاقت كل السبل. نطالع في تقرير نشرته وكالة أنباء دولية، وأعاد موقع الحرف 28 نشره في صفحته الرئيسية: اليمنيون يحولون مخلفات الحرب إلى خناجر تقليدية. ويقول الموقع في تقرير نشرته أولا وكالة فرانس بريس: تحولت مخلفات الحرب الطاحنة الدائرة في اليمن منذ سنوات إلى مصدر لصناعة الخناجر التقليدية المعروفة باسم الجنبية في مدينة حجة غرب هذا البلد الفقير. فوسط المعارك المستمرة يتجه الحرفيون في ورش الحدادة في مدينة حجة لتحويل مخلفات الصواريخ والقنابل والقذائف إلى خناجر. ويفيد التقرير: وتعتبر الجنبية جزءا من اللباس التقليدي في اليمن أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية، وفي السنوات الأخيرة أدخلت الحرب تعديلات على هذه الصناعة. ويقول الحرفي محمد حرضي لوكالة فرانس بريس أنه منذ بداية النزاع في بلده قام مع آخرين بجمع مخلفات صواريخ الغارات ومخلفات قذائف القصف المتبادل لصناعة خناجر الجنبية والسكاكين والسيوف. ويوضح وهو يدق بمطرقته قطعة معدنية خرجت لتوها من النار: هذه المعادن ليست ثمينة لكنها ذات نوعية ممتازة. وولدت الرغبة في إعادة تدوير مخلفات الحرب بسبب قلة توفر الحديد والصلب في زمن الحرب التي تصعب استيراد أنواع كثيرة من المواد وبيعها ومن بينها المعادن. مع
بعد الفاصل سنواصل معكم مطالعة آخر الأخبار المتنوعة في بعض الأخبار في بعض الصحف والمواقع العربية والعالمية، ابقوا معنا. مستمرون معكم في مطالعة أبرز ما تناولته الصحف في الشأن اليمني، ونبدأ من موقع دي دبليو، ويقول على عكس ما هو سائد يمثل نعمان الحذيفي نموذجا مختلفا عن مجتمع المهمشين، فقد تجاوزت التحديات الاجتماعية ليقتحم المجال الإعلامي والسياسي ويؤسس منظمات مدنية تعنى بشؤون ذوي البشرة السوداء اليمنيين، كما أسس موقعا إعلاميا على الإنترنت يعنى بقضاياهم ويتابع مع العديد من المنظمات المعنية بتحسين ظروف حياة أبناء هذه الفئة ليعيشوا كغيرهم من اليمنيين. وفقا لتقرير دبليو دي، فإن الحرب أجبرت الحذيفي والذي يرأس الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن على النزوح من صنعاء إلى قريته في منطقة العدين بمحافظة إب، ومن هناك يتابع من خلال هاتفه النقال زهيد السعر، لا يوفر حتى تطبيقات التواصل مستجدات وقضايا بني بشرته، ويقول إنهم فئة اجتماعية يبلغ تعدادها أكثر من 3 ملايين نسمة، يعيش غالبيتهم في أوضاع مأساوية على أطراف المدن، ومعظمهم يمارس مهنا متواضعة. ويكشف الحذيفي عن جهود بذلت على مدى الأعوام العشرين الماضية للأخذ بأيدي هذه الشريحة لتنال حقوقها، حيث أصبح هناك نحو 120 منظمة مدنية تعنى بفئة المهمشين استطاعت رسم ملامح المستقبل الذي نتطلع إليه أو نتطلع لأن يعيشه أحفادنا. ويشير الحذيفي إلى تجربته كعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي خرج بقرارات منها المطالبة بإعطاء 10% من الوظائف لفئة المهمشين، كما استطعنا أن نوفد الكثير من شبابنا للتعلم والتدريب في الخارج. ويشير في هذا السياق إلى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من وزارة الخارجية بواشنطن للاستفادة من تجارب أبناء جلدتنا في أمريكا وأفريقيا. في جولتنا الخاصة بين الصحف الفرنسية نطالع عنوانا عن الجهود السياسية، وقد عنونت صحيفة ليفيغارو الفرنسية اليمن، تقول المتمردون الحوثيون مستعدون للمشاركة في محادثات السلام. وتنقل الصحيفة عن أحد قادة الحوثيين المتمردون الحوثيون مستعدون للمشاركة في محادثات سلام الأمم المتحدة في سبتمبر في جنيف. وقالت الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس عن سالم المغلس عضو المكتب السياسي للمتمردين في اليمن، ليس لدينا أي اعتراض على المشاركة في هذا النوع من المشاورات والذهاب إلى بلد محايد. وتقول الصحيفة إن حكومة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي المعترف بها من قبل المجتمع الدولي أعلنت مشاركتها في هذه المحادثات القادمة، وأبلغ المبعوث الأممي الخاص مارتن جريفت يوم الخميس بمجلس الأمن الدولي أن الحل السياسي ممكن وتعيش اليمن الدولة الفقيرة في شبه الجزيرة العربية في خضم نزاع مميت بين قوات الرئيس هادي والمتمردين الحوثيين الذين استولوا على مساحات واسعة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء. تعيش اليوم جالية يمنية كبيرة نسبيا في الولايات المتحدة، وقد ساهمت الحرب والأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة خلال السنين القليلة الماضية في تزايد أعداد المهاجرين اليمنيين، وبخاصة حين قرر الكثير ممن يعيش ويعمل هناك جلب عائلاتهم وأولادهم للعيش والحياة في أمريكا. وقد كتب منير العمري مقالا في المصدر أونلاين عن اليمنيين في أمريكا، قال في بعض فقراته: لا يوجد وإلى اليوم أي إحصائيات حول عدد اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، ولا يعرف أيضا على وجه الدقة عدد المحلات التجارية والأعمال التي يمتلكها اليمنيون، وهذا يعني الافتكار للمعلومات اللازمة للتخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات والخطط المناسبة التي من شأنها الارتقاء بأبناء الجالية اليمنية وتحسين أوضاعهم. كما يفتقر اليمنيون بشكل عام والتجار بشكل خاص إلى المهارات الضرورية التي تساعدهم على إدارة أعمالهم وتطويرها ونقلها إلى المستوى التالي،
كما أن الجهات الحكومية لا تبذل أي جهود في هذا الجانب بغرض تنمية قدرات اليمني الأمريكي وربطهم بالوطن من خلال توفير قاعدة بيانات لكل فرص الاستثمار المتاحة في الداخل وتقديم التسهيلات المطلوبة. دور المؤسسات الرسمية شبه غائب، وهذه المؤسسات لا تولي أبناء الجالية الاهتمام والعناية الكافيين. فكما غياب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمنظمات من حدة المشاكل العائلية التي تواجهها الأسر اليمنية في أمريكا، وبخاصة ورب الأسرة يقضي ما يربو على 12 ساعة يومياً وسبعة أيام في الأسبوع داخل المحل، كما إن تعارض واختلاف الثقافة بين المنزل والشارع تركت هوة كبيرة بين الآباء والأبناء، ما جعل الآباء يواجهون مشكلة كبيرة في تربية أبنائهم والتعامل معهم. مهما طال غياب اليمني عن بلده فإنه يعمل ويكدح، والحنين لا يكاد يبارحه شوقا ولهفة كي يحصل في الآخر على فرصة للتقاعد والعودة للوطن الأم، ولذا فهم لا يهتمون كثيرا ببناء أنفسهم والاندماج ثقافيا واجتماعيا والتحول إلى أدوات فاعلة داخل المجتمع الأمريكي. احتلت محاولة اغتيال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الصحف الأولى في الصحف والمواقع الأخبارية، ونطالع من صحيفة القدس العربي. رئيس فنزويلا يتهم كولومبيا بالوقوف وراء محاولة فاشلة لاغتياله تم التخطيط لها في فلوريدا. كشف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بعد محاولة فاشلة لاغتياله أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن العديد من ممولي ومخططي الهجوم يعيشون في ولاية فلوريدا، مشيرا إلى أنه يأمل تعاون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه القضية. واتهم مادورو الولايات المتحدة وكولومبيا بالسعي إلى إثارة أعمال عنف في فنزويلا، واتهم كولومبيا بالوقوف وراء الهجوم بالطائرات المسيرة المتفجرة، قائلا بأنه مصمم على الاستمرار أكثر من ذي قبل بعد هذا الهجوم. وقال مادورو إنه نجا من محاولة لاغتياله تضمنت استخدام طائرات بلا طيار تحوي متفجرات بفضل من الله والشعب والقوات المسلحة الفنزويلية، وألقى اللوم على كولومبيا والولايات المتحدة فيما وصفها بمؤامرة يمينية لقتله. وقال مادورو: هذه الطائرات كانت تستهدفني، ولكن كان هناك درع من الحب، أنا واثق من أنني سأعيش سنوات كثيرة أخرى. وفي أخبارنا المنوعة نطالع أكثر الأخبار انتشارا، حيث عنون موقع عكس السير في صفحته الرئيسية: بسبب حرارة الإسفلت سويسرا تصنع أحذية خاصة للكلاب. حيث أعلن مسؤولون سويسريون أنه تم صناعة أحذية خاصة لكلاب الشرطة لحماية أرجلها من حرارة الإسفلت نظرا لارتفاع درجات حرارة الجو. وتفيد السلطات بأن أرجل الكلاب تتأثر بحرارة الإسفلت كما يتأثر البشر بذلك، وسجلت درجات الحرارة وسجل درجات الحرارة في سويسرا ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، تخطت حاجز 30 درجة في بعض المناطق. كما شهدت عدة بلدان أوروبية حرائق غابات ضخمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص. أعلن مشروع ماكرو آرت فوتو الذي يتخصص في الصور الإبداعية عن قرب عن الفائزين في مسابقتها الدولية لعام 2018 في ظل منافسة قوية بصور خلابة من كرواتيا والصين وهولندا وسلوفاكيا والولايات المتحدة وأسبانيا وروسيا وإيرلندا وبريطانيا. إليكم أفضل هذه الصور التي نشرت في البي بي سي.
كيف عبر رسامو الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما سنتابعه فيما نشرته عدد من الصحف. بهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة.